الأربعة 9 شباط كان الطقس بلبنان بياخد العقل. فريع يونس إيمان وبالتحديد بيستو ريفيوج شهدت حدثها الشتوية ليبتون سنو بلاست، استعراض مدهش لأفزاد بهلوانية على التلج نظمته شركة سبور إيفازيون برعاية ليبتون وبالاشتراك مع ليبانو سويس انشورنس كومباني، إسوزو تروبر ويلو كاب سيرفينج. المعدات المستعملة لتحضير النطة كانت على المستوى المطلوب، والأبطال اللي جايين من أوروبا، كندا وأستراليا ساهموا كلهم بتعميرها بطريقة بتناسب السنوبورد والسكي سوا. وقال المنظم أنه ما كان من السهل جمع هالعدد من الأبطال المعروفين بالعالم بمحل واحد، خاصة أنه هالحدث منه مسابقة إنما استعراض. وبعد ما تعرفنا عليهم خلينا نشوف سوا شو عملوا، وتذكروا انه كله صار عنا بلبنان. C'est vraiment bien passé, c'est pas évident je pense de faire une bosse qui plaise à tout le monde, autant skier qu'au snowboarder et tout. Je pense qu'ils ont fait un bel effort au niveau des machines et on a obtenu un jump vraiment agréable et j'espère que ça aura plu aussi au public. نتأمل إنه هالاستعراض يكون عجبكن قد ما عجبنا، وأكيد ما رح نتوقف هون، موعدنا السنة الجاية. يعطيكم العافية شباب.